طبعا، وده اقل حاجه النادي الاهلي يقدر يقدمها لاولاده. اليوم ده احنا يمكن مش بنعتبره بس اسوأ يوم في تاريخ النادي الاهلي او في تاريخ الرياضه المصريه كلها، لا، هو في تاريخ مصر من اسوأ الايام اللي مرت علينا. شهداء راحوا في سبيل ناديهم وراحوا وهم بيشجعوا منتهى الانتماء ومنتهى الحب للنادي الاهلي وكل وطنهم، فطبعا بنحتسبهم عند الله شهداء وفي الجنة، وربنا صبر أهلهم يا رب، ودايما هنفتكرهم وعمرنا ما هننساهم أبدا. يعني الترتيب لهذا اليوم، كان هناك اجتماعات وتحضير لهذا اليوم من خلال مجلس الإدارة ودعوة أيضا لاعبي أو كباتن الألعاب داخل النادي الأهلي. طبعا زي ما قلت لك، يعني ده دور النادي الأهلي، دول ولاده، دول جزء من كيان النادي الأهلي. احنا لو بنقول في رموز كتير مرت على النادي، واحنا دايما بنفتخر النادي الاهلي يمكن دايما بيطلع المواهب في كل الالعاب، وليه رموز كبيره في جميع الالعاب الرياضيه على مدار تاريخه، بس دايما بنعتبر ان شهداء هم الرمز الاكبر للنادي، لان مفيش حد اكيد ضحى اكتر بروحه يعني من النادي الاهلي. ايه الرساله او الكلمه اللي ممكن توجه لاسر الشهداء في هذا اليوم في احياء الذكرى؟ لهم احنا دايما معاكم وعمرنا ما هننساكم ابدا، واحنا متواجدين معاكم في اي شيء، وانتوا اهلنا وجزء من النادي وجزء مننا، واحنا دايما بندعي للولاد وهم اخواتنا وانتوا على راسنا، واي حاجه ان شاء الله احنا هنكون معاكم، وربنا يصبركم يا رب، وباذن الله في الجنه كلهم يا رب ان شاء الله. طبعا هو بلا جدال دي ذكرى عزيزه على نفوسنا كلنا. مجلس اداره النادي الاهلي حرص ان هو إحياء الذكرى وقراءة الفاتحة على روح شهدائنا من أبناء النادي الأهلي. طبعا ده يوم من الأيام الفارقة في تاريخ النادي الأهلي اللي عمرنا ما بننساه، بس في نفس الوقت اللي احنا بنتمناه دايما واحنا حريصين عليه نأكده، ان ده يكون دافع لاستمرار الإنجازات والعطاء من أجل أبناء النادي الأهلي اللي فقدوا أرواحهم في يوم من أيام النادي الأهلي. ما عمر ما يكون هذا اليوم هو دافع للقصور أو دافع لنوع من أنواع المشاحنات اللي هي بتزيد جراح، وعمرها ما هترضي أمواتنا وشهدائنا في الحالة اللي هم كانوا موجودين فيها، لأنهم هم في النهاية أبناء النادي الأهلي، وكلنا أحرص ما نكون على إحياء الذكرى دي. فبس الرسالة اللي عايزين نوجهها وبنحرص عليها هو أن ده يدينا دافع لمسير من العطاء والإنجازات لصالح الكيان العظيم اللي هم فقدوا أرواحهم من أجله. الرساله اللي ممكن توجه لاسر الشهداء، وبالتاكيد اليوم تباعا سيحضرون الى مقر النادي لوضع اكليل من الزهور امام النصب التذكاري اللي بيتزين من خلال اسامي كل شهداء النادي الاهلي في هذه المباراه. الرساله اللي بنوجهها لهم ان احنا ما زلنا هؤلاء الشهداء في قلوبنا، عمرنا ما هننساهم طبعا، هم جزء. الدليل على كده ان كل مكاتبات النادي الاهلي تقريبا ما زالت مصره على الرقم 72، هم جزء مننا، فاي انجازات لينا في النادي الاهلي سواء اعضاء مجلس اداره او اعضاء النادي او محبيه او جماهيره، دايما في قلوبهم شهداء النادي الاهلي في هذا اليوم. طبعا صباح الخير اولا على جماهير النادي الاهلي واعضائه، وطبعا في يوم زي ده يوم الذكرى بتاعت ابنائنا، النادي الاهلي النهارده ما بينساش ابنائه، والنادي الاهلي بيتذكر 72 من خيره ابناء وجماهير النادي الاهلي، واحنا يمكن مجلس الاداره عاصر الاحداث كلها، والنهارده بقرار مجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسهم كابتن خطيب، احنا النهارده بنبعت رساله للحياه اهم من اي حاجه. احنا عمرنا ما بننساهم، عمر النادي الاهلي ما بينسى اولاده، عمر النادي الاهلي ما بينسى جماهيره. النهارده اليوم دوت هو دايما بيدينا دافع للانتصارات اللي احنا بنشوفها، دايما بيدينا دافع في الامل اللي جاي، كل ما بنتذكرهم بنتذكر الانتصارات، اي فوز بيحصل او اي عزيمه بتبقى موجوده عندك بتفتكرهم بتقاتل، وهي دي روح الفانيلا الحمراء اللي احنا دايما بنتكلم عليها وبنقول عنها. ما اقدرش اقول غير النهارده، يعني اتمنى الفتره اللي جايه تبقى فتره تطوير، فتره بناء، دافع للحفاظ على النادي الاهلي، فتره دايما النادي الاهلي يبقى في الصداره. دايما بنقول لاولادنا، يمكن انت النهارده شفت الترتيبات، كابتن محمود الخطيب على راس مجلس الاداره معاه، يعني
مجموعه مختلفه من لعيبه النادي الاهلي، كره قدم، نشاط رياضي بالكامل، الكره الطايره، السله، السباحه، كل النشاط الرياضي، كل الانشطه الرياضيه، تنس طاوله، كل الالعاب، مش عايز يعني الالعاب النادي الاهلي كلها بتشارك في احياء ذكرى ابناء النادي الاهلي. طبعا كلنا عارفين النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب دايما بيقول، وكل رموزنا دايما بتقول، الجمهور هو نمره واحد بالنسبه للنادي الاهلي. جماهيرنا هم اللي بيدونا الدافع دايما للانتصارات والفوز، بنستمد دايما خطوانا اللي احنا ماشيين بشكل صح او بشكل فيه خطا او القصه دي كلها من خلال النبض الجماهيري. دايما هم في قلوبنا وما بننساهمش ابدا، وربنا يصبرهم ويرحم شهدائنا وشهداء مصر بالكامل في كل حته. خلي بالك النهارده كل شهيد بتفتكره في اي مجال، جيش، شرطه، النهارده في البلد، ده اللي بيديك الدافع اللي انت دايما بتتحرك وبتشتغل عشان خاطر يعني ما يبقاش النهارده في المكسب الاساسي لكل انتصار بيحصل هو اللي انت بتهديه لشهدائك على مستوى الدولة وعلى مستوى مصر. هو ده اللي احنا دايما بنبحث عنه ودايما بندور عليه. فالنهاردة ذكرى، رسالة للحياة، وربنا سبحانه وتعالى يرحم شهدائنا جميعا، وان شاء الله بإذن الله ما نشوفش غير كل خير الفترة اللي جاية بإذن الله. كابتن مرجان، مراسم إحياء الذكرى أمام النصب التذكاري النهاردة كانت خطواتها إزاي بالنسبة للترتيب مع مجلس الإدارة وفي حضور أيضا نجوم أو كبات الألعاب الأخرى في النادي الأهلي؟ المراسم النهارده زي ما حضرتك شفت وزي ما كل الموجودين شافوا، الكابتن الخطيب على راس مجلس الاداره وضع اقليم الظهور على النصب التذكاري. بعد كده كل واحد ممثل عن الفرقه او كابتن الفرقه، سواء كره قدم كابتن حسام غالي، كابتن سامع عاشور، والباسكت اقدم لعيب النهارده كابتن طارق الغنام، كابتن عبد الله عسلام كره الطايره، السيدات شاركوا برضو نفس القصه، كل الناس يعني كل الالعاب شاركت النهارده. ولو انا عايز اقول لحضرتك ان كل الفرق كان نفسها تبقى موجوده النهارده، بس يعني احنا اخذنا كابتن فرقه او ممثل عن كل فرقه على جميع الاعمار السنيه عشان بس النظام يبقى كويس يعني. لكن على مدار اليوم ان شاء الله هتتابعوا هتلاقوا كل الفرق وكل اعضاء النادي الاهلي كلهم هيجوا المكان موجود، وهتلاقي كل الناس بتيجي لوحدها بتقرا الفاتحه بتتذكر ابناء النادي الاهلي، بنتذكرهم دايما، بنحطهم هدف قدامنا اللي ده الهدف الاساسي، ازاي نحافظ على النادي الاهلي، ازاي النهارده دايما نبقى في انتصارات، ازاي النهارده دايما النادي الاهلي يبقى في المقدمه، علشان خاطر ذكراهم دايما في قلوبنا، في هذه الدافع للانتصار ان شاء الله. باب النادي النهارده مفتوح، هأرضي اسر الشهداء يحضروا نصب التذكاري، نعرفهم من خلال شاشه قناه الاهلي ان باب النادي مفتوح لهم يحضروا النهارده على مدار اليوم. باب النادي طبعا مفتوح عشان خاطر يجوا ويحضروا، ولو عايز يحط ورد على النصب التذكاري موجود النهارده، ده اليومهم واحنا موجودين في استقبالهم، ويعني هم عارفين كويس قوي واحنا ايدينا معاهم دايما، عمرنا ما بنبعد عنهم، وان شاء الله باذن الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله تبقى حاجه كويسه باذن الله يعني. اختم معاك كابتن مرجان، رساله تحب توجهها لجمهور النادي الاهلي واسر الشهداء في هذا اليوم. جمهور النادي الاهلي، انتوا العنصر الاساسي بالنسبه لنا رقم واحد. اتمنى ان احنا ما نشوفش يعني حاجه يعني مشكله زي او حاجه ماساويه زي اللي احنا شفناها قبل كده، واللي عاشها غير اللي سمع عنها غير اللي ما حضرهاش، فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ما نشوفهاش تاني. بقول لجمهور النادي الاهلي، احنا مكاننا في المدرجات ورا النادي الاهلي للتشجيع النادي الاهلي. خلي بالكم عدم وجودكم فارق معانا كتير جدا جدا، ويمكن الناس كلها عارفه كده. احنا بنسعى جاهدا ان احنا نرجع الجماهير المدرجات مره ثانيه، ولكن النهارده عشان نرجع احنا عايزين نضمن سلامه الجمهور قبل اي حاجه. فانت اديك انت شايف احنا عندنا على تم استعداد، والنهارده كل الجهات المعنيه على تم استعداد، ولكن اهم حاجه الناس بتدور عليها النهارده الامن والسلامه. مش عايزين نخسر حد تاني، الرياضه كده كده هدفها رسالة سلام، رسالة محبة، التنافس تنافس شريف، عايزين نرفض العصبية اللي بقت موجودة في الفترة الأخيرة. اللي بيكسب بيكسب بنقول له مبروك، اللي بيخسر بنقول له هارد لك. دايما النادي الأهلي الحمد لله رب العالمين بيكسب بأبنائه، بيكسب بروح الفانيلا الحمراء، بيكسب بالروح اللي عنده اللي احنا اتربينا عليها واحنا صغيرين. فأنا بقول للجمهور أنتوا العنصر الأساسي الفترة اللي جاية، عايزينها تبقى فترة كويسة، فترة التزام كويس، احنا معاكم وانتوا عارفين كويس قوي اللي احنا معاكم، وبنتمنى عودتكم، ولكن النهارده بنحترم قبل أي شيء القوانين، بنحترم القرارات اللي الدولة بتقولها. النهارده مصر كلها، النادي الأهلي ده جزء من مصر،
لو ما فيش بلد النهارده ما فيش النادي الاهلي. واحنا جربنا فترات اللي احنا كنا بنلعب فيها، يمكن كان النادي الاهلي الحاجه الوحيده اللي كانت فرح الدنيا. فاحنا عايزين النهارده نفضل نستمر في هذا المنهج، نفضل نستمر. ما زلت مصمم النهارده رساله حياه، لان لو احنا بنقول ذكرى احنا ما نسيناش عشان نتذكر وما نسيناش عشان نفتكر، احنا عمرنا ما هننساهم. ولكن النهارده رساله حياه للناس كلها، اتمنى للناس تحط ايديها في ايدينا، اتمنى للناس كلها تبقى عندها هذا الدافع عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ان شاء الله باذن الله. طبعا انا اولا يعني بشكر مجلس اداره النادي الاهلي ان هو قرر ان هو يجمعنا في يوم زي ده. طبعا هو يوم يعني مش عايز اقول هو يوم يعني يعتبر بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لمصر كلها هو كارثه بكل المقاييس. فانا بشكر كابتن محمود ان هو جابنا وان احنا نحيي الذكرى دي. ربنا يعني نحتسبهم عند الله شهداء، وربنا يرحمهم ويصبر اهلهم يا رب يا كريم يا رب. كان في تجمع في البدايه في صباح اليوم للحضور اولا، ثم التوجه من صاله راتب الى مكان النصب التذكاري. احنا امبارح جلاله الفتى ان احنا المفروض في بكره ان شاء الله اللي هو الاكليل او ذكرى المذبحه، واحنا طبعا كلنا عارفين فما حدش طبعا اتاخر. انا بشكر الفرقه كلها صراحه ان هي يعني احرصت كلها ان هي تيجي، ودي حاجه يعني هم عمرنا ما هننساها. والشهداء دول يعني مش عايز اقول هم يعني خلاص اتحفروا جوانا، وهي ان شاء الله حاجه ان شاء الله ما تتكررش تاني، وحاجه يعني نتمنى ان هي فعلا 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 ربنا يعني بجد والله الواحد فعلا ما عندوش كلام يقوله، لان الواحد ما اتعودش يتكلم في كوارث زي دي. يعني ربنا يصبر اهلهم ويحتسبهم عند الله شهداء يا رب يا كريم يا رب. الرساله اللي تحب توجهها لاسر الشهداء؟ فعلا 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 انتوا ربنا يصبركم وربنا يرحمهم، واحنا فعلا نفسنا نعمل لكم اي حاجه، وهنفضل تحت امركم طول عمرنا، ويعني وربنا يفضل النادي الاهلي كده واقف وراكم وما يفرطش في حقكم، وان شاء الله باذن الله ربنا يصبركم كلكم باذن الله. والله انا بعزي كل شهداء النادي الاهلي. الناس بجد يعني اللي عاملين لنا حس في النادي، بنبقى مبسوطين جدا واحنا وهم موجودين. لما بنكون بنلعب احنا مفتقدينهم، مفتقدين الشهداء جامد بصراحه، حاجه تحزن وربنا يصبر اهاليهم. احنا دي اقل حاجه ان احنا نقدر نقدمها لهم، ان احنا نيجي هنا في يوم زي اليوم، يوم زي ده ان احنا نعزي فيهم. فبصراحة أنا مش لاقي كلام إن أنا أقوله ليهم بصراحة. هم يعني من الآخر إحنا بنبقى مبسوطين وهم موجودين، يعني بنعرف بنحس إن إحنا لينا قيمة، لينا الملعب ليه طعم، بنعرف بيدونا حماس وفي ظهرنا. بصراحة ما عنديش كلام تاني إن أنا أقدر أقوله ليهم بصراحة. هم ناس ضحوا بحياتهم عشان النادي الأهلي، مكان هم بالنسبة لهم كل حاجة، زي ما احنا برضو اتعودنا وتربينا عليهم على كده. فربنا يصبر أهليهم في الجنة إن شاء الله. أتمنى إن هم يكونوا في حتة أحسن من كده، وأكيد هم في حتة أحسن من اللي احنا فيها، ويا رب يصبر أهليهم. وأنا ما عنديش أنا ما أعرفش أتكلم في الحاجات دي بصراحة، عشان دي حاجة تحزن بصراحة ان هو موقف زي ده بيحصل في مباراة 72 شهيد. دي حاجة تحزن بجد، واتمنى يعني ان احنا نكون وفينا يعني جزء صغير ليهم. فمش عارف، ما عنديش حاجة تاني ان انا اقدر اقولها بصراحة. يعني ايه الرساله اللي تحب توجهها لاسر الشهداء في هذا اليوم، خاصه ان هم النهارده على مدار اليوم سيتواجدون داخل مقر النادي الاهلي لوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري؟ انا بعزيهم، بقول لهم البقاء لله. يعني ولادكم بصراحه بالنسبه لنا هم اخواتنا، مش هم مش حد غريب علينا، هم اولاد النادي الاهلي. احنا بنتمنى يعني ان احنا كنا نقدر نفرحهم دايما، وهم فرحونا كتير، هم في مكان احسن. مش هقدر اقول غير البقاء لله، ما عنديش حاجه تاني ان انا اقدر اقولها. اكيد طبعا حاجه عمرها ما هتتنسي، بس ان شاء الله كلهم في الجنه باذن الله، وربنا يرحمنا ويرحمهم جميعا، و
يعني الصراحة هم دايما في قلوبنا وعمرنا ما هننساهم طبعا أكيد. الدعوة كانت موجهة ليكم بالأمس إن الكل يحضر، كباتن الألعاب الجماعية يحضروا النهاردة، يكونوا موجودين في هذا اليوم بشكل رسمي إحياء الذكرى السادسة من خلال مجلس الإدارة. هي دي حقيقة فعلا حصل امبارح، اتبلغنا امبارح بالليل انه لازم كلنا نحضر، واكيد عمرنا ما كنا هنفوت حاجة زي كده، عشان اقل حاجة اصلا نقدر نقدمها للشهداء كلها وكلنا جينا في الميعاد. يعني بس اخر حاجة، ايه الرسالة تحب توجهها لأسر الشهداء بما انك كابتن فريق الباسكت لكرة السلة سيدات؟ انا مش صراحة مش عارفة انا المفروض اقول ايه بالظبط، بس يعني البقاء لله وربنا يرحمهم ويغفر لهم جميعا يعني ان شاء الله. طبعا ده يوم هيفضل في قلوبنا، احنا طول عمرنا متعودين جوه النادي الاهلي بنشجع يعني لاخر نقطه دم فينا، فطبعا ده حدث مأساوي جدا اثر فينا كلنا وهيفضل عايش جوانا وفي قلوبنا. احنا النهارده كل بطوله بنكسبها في النادي وكل انجاز بنعمله في النادي بيكون جوانا روح الشهداء، بنفكر فيهم طبعا عمرنا ما ننساهم. بوجه طبعا لأهاليهم كامل التعازي وربنا يصبرهم وربنا يرحمهم يا رب. احنا النهارده في يوم اللي عاش اليوم ده هيعرف قد ايه كان اليوم ده صعب، فربنا يحفظنا جميعا، يحفظ كل شهداء النادي الاهلي وشهداء مصر، وان شاء الله يعني الحادث المأساوي ده ما يتكررش تاني. المشاركة فيما معناها ان الكل داخل النادي الاهلي على قلب رجل واحد، يعني كرة القدم الحادثة كانت في مباراة كرة قدم، لكن مشاركة كباتن الالعاب الاخرى والنشاط الرياضي اكيد هي رسالة، لان الجمهور الاهلي بيبقى حريص على الحضور حتى لو مباراة كرة ماية داخل النادي الاهلي. فايه الرسالة اللي تحب تقولها في يوم زي ده كمان هتبقى رسالة ايجابية للمستقبل خلال الفترة الجاية كابتن احمد، وفي نفس الوقت كمان دعوة المجلس ليكو لهذا اليوم بالتاكيد انتوا شفتوها بشكل ايجابي جدا، لانها شيء مختلف خلال عن السنوات السابقه انك بتحيي ذكرى لجمهور النادي الاهلي بشكل مختلف وبتدي الناس حقها ان الناس دي ماتت في مباراه كوره كانت موجوده عشان تشجع فريق النادي الاهلي. اول حاجه طبعا مجلس الاداره في احياء ذكرى الشهداء يعني بصراحه ما تاخروش جدا في حاجه زي دي، ده احنا متعودين على طول من ابناء النادي الاهلي خصوصا ان هم بيكرموا اي حد جوه النادي او بره النادي يعني روحه جوه النادي. طبعا اللي حابب اوجه لهم شكر يعني خاص بمناسبه اليوم ده، وحابب اقول ان شاء الله يعني روحهم في كل حته في النادي، هم عايشين معانا، وان شاء الله الحدث ده مش هيحصل تاني، ربنا يحفظهم وربنا يرحمهم ان شاء الله.